هاسي حمد. عسلام. عسلام بابا مرحبا. لاباس. الحمد لله يرحم والديك. باش تبيع عاي؟ شوية فريز، شوية بنان، شوية تمسون. باهي. نبدا تمسون. الفريز من قدام. هاي. من قدام الجهة الأخرى. مش من هنا. نفهم فيك. قاعد نفهم فيك. هاي شبيه شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شبيه؟ من قدام هذاك فريز ومن تالي للغافل هذاك فريز وهذا فريز سي حمد تفر ها هذا فريز وهذا فريز ها كيف 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 مش كيف سلعه زينوا شويه السلعه سلعه مش من زينوش نمشي نعبي من قدام نعبي لك من قدام علاش المشكل مش خساره فيك باش ياك انت لا لا المواطن مش اللي انا يا ودي نعبوا له باهيش ناخذ له بخاطره ونحي له الكعب المزمان اسمان ريت انا كيفاش نبيع نبيع كيما هكا المضروبه لا وكاو والغش على عجله مش دخلنا في غلوغة الغشة يا حم علاش باش نغشوا؟ علاش باش نغشوا؟ اي علاش باش نغشوا يا حم؟ كيما شاري كيما نبيع، أما جوست نحيو الكعبة المضروبة، تحب تصورها صورها زاد أنا. لا ديما السلعة المن قدام موجهة محلاها مزيانة اسمعني ومن تالي اسمعني 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 كلمة واحدة والكلمة الأخيرة وكلها تزين في السلعة باش تبيعها. كل فلاح كل فلاح كي شاري كي البايع كي الكاشير كي اللي في المرج كلها تزين باش تبيع هاو حب على الفريز من قدام الله يبارك لا لا يحب من قدام هو استنى لا قال لي اعطيني كيلو تمسون لا 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 اعطيه من قدام اعطيه من قدام هذوما 2005 ثانية لحظة برك ركحوا له امور لحظة برك الفريز من قدام هاي دوروا معاي امشي معاي يا ودي نجبد له صندوق نعطيه لا 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 اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا اجي معايا ها تفضل يا اللي مزين من قدام مش نعمل لك من تالي شوف سي محمد كيف كيف هذايا يا ودي السلعه مزينه انا قلت لك انا قلت لك الكلمه الاخرى السلعه مزينه صاحبي السلعه مزينينها باش كيما الفلاح مزينه كيما اللي باش اللي يبيع في المرشي مزينه باش تجيني انا نزينها ونبيعها وهي مش وكلكم تغش ريت اللي يغش اللي يغش اللهم يعطي الكعب المضروب اللي يعطي الكعب المضروب هذاك هو اللي يغش والله لا يبيه كيفاش؟ اللي يعطي الكعب المضروبه اللي يحط المضروبه الكعب المضروبه اللي يحطها في السرشير خو المؤمن هذيك تسمى غش هذيك عندنا احنا غش صحيح اما باش اما باش تقول لي زين سلعتي ماهيش غش الناس كل تزين ليه الكعب المضروبه كل اللي نحطها له في السرشير صحيح غش اما ماهيش مضروبه صاحبي ماهيش غش ليه البنان قديش؟ البنان 13 قديش؟ 13 دينار مهرب معناه ما واعلم ها؟ ما واعلم ايش؟ 13 دينار 20 لحظة برك لميت برشا فلوس اليوم اي لمينا برشا فلوس ايه ليه؟ نكمل معاك على الغشة هاي الغشة في الميزان لا دعمي الغشة لا. هذا ميزان ميزان الكتروني مرة واضح بربي هذا واضح واضح جاوبه هذا واضح واضح قدام ربي جاوبه بحول الله وانا نعرف علاش قاد بوت ثلاثة صغيرات وماليش باش نوكل ولادي الحرام راه هكا تو سي محمد ايوا تو انت تشوف هكا واضح الباسكولا هكا امورها معدله واضح جوها به احنا ما نقدروش على كتاع 600 و700 و800 هذه ب 100 هذه ب 120000 باهي ميزانة صحيح انا هذه معدلها على المتاع 100 ومتاع 700000 شنو رايك انت؟ وزن لي وزنت كيلو سكر غادي على من عند عمك جمال العتار ولا هنا قريب باسكولا كبيره دوريجين باهي كيلو بالضبط جيت لنا نلقاه كيلو شنو وكلوا ولادي الحاج يخافوا منه المواطنين الميزان. الغشه في الميزان اه الغشه في الميزان ومن غش انا فليس من تخافوا ربي ونعرفوا الميزان ونعرفوا ايش قال عليه ربي في القران هكا تو سي محمد وانا باش نوكل ولادي الحرام انت ريت انت بس شوي ريت ريت المترو هذا زوز عيالات ياكل من نخدم انا وصاحبي هو يوكل في عائلته وانا نوكل في عائلته ان شاء الله ربي يعاون وعايش ولغه الغشه بالله لا على برك نجيب لك نوريك لغه الغشه ليه ايش طبعا انت تو تبنى لغه غش اي جمن اخويا سو هذا وجه الصندوق صور وجه الصندوق هكاك فلاح عاد يقولوا ربي يعبيها هكاك مخلط ها الفلاح قال مزيان اقلب الصندوق اقلب الصندوق لا لا فرش نحل الوجوع اه شوف اه ريت ريت حاج منوتا هاي الفلاح عاد يقولوا ربي يعبيها هكاك وخضار تحبوه تحبوه ما يواجهش اعدلوا شويه في كلامك صحيح ولا مش صحيح؟ انت عاد الملك نتاع الغش هي ملك نتاع الغش هي فهمني وانتم ما تعدلوش في كلامكم ايش لا لا تو انت ترتاح كي تغش لا لا ما نغش انا فلا يسمى ما نغش انا فلا يسمى اه كيك ما نغش انا فلا يسمى الغش يا ودي ربي من ثم رب انت ما تغشش يا ودي ثم ربي نحن نحاولوا نعدلوا لانه شارين دافعين دمنا نحن باهي وريني الميزان نتاعك ها هو هاتوا في يدك هاتوا هاتوا في يدك
هذا تو ميزان هذا قانوني؟ لا مش قانون، مش قانون. هذا ميزان لازم توزن بيه وتعطي حق مش قانون، لا مش قانون. هكاك نحن نخلصوا رواحنا وبينا وبين ربي. حسين مرحبا. مرمضان ولا لا؟ لا لا مش مرمضان لاباس، داني غني يعني. الحمد لله يا ربي لك الحمد. وديما غني للي ريم موجود الخير الحمد لله يا ربي ولك الحمد. باهي جيت لهنا قالوا لي ارخص السوق. اي يتسمى غالي راهو هكا تو تو يتسمى راهو غالي شوي. كيفاش؟ على خاطر تو السلع ناقصه راه. اما في الايام القدام تلقى سلع رخيصه. جلبان تو مثلا هناك ب 3000 برا المروج ولا بغي غير تلقاها ب 4000 ب 4500 الطماطم تلقاها ب 4000 ب 4500. اي توا المواطن زاد يلزمو يعرف منين يشري، يعرف الخضار اللي يمشي له. اي شنو باش ياخذ تر فلفل وطماطم يمشي عليهم ياخذ عليهم الترونسبور وين؟ مو كل بقى وبقى توا كاو. اما بالنسبه هاي راه هز الكاميرا شويه. هاي. الفلفل 3800، الطماطم 2000 فرنك. هي هذه مويا. البطاطا 1180. لا البطاطا كل فرتوم هاي. اما الطماطم توا الطماطم اللي ناقصه والفلفل. بالنسبة للسوق العام تو الفلفل والطماطم ناقصين، باقي كل شيء موجود ومتوفر ومش غالي. ما علاش الناس الكل تتشكى من الغلاء؟ هكا هكا ما هو ضربتهم ما نعرفش شنو. انت ما تعرفش انت تونسي ديما مريء، إذا بشار بالخدمة راني مريء. ما جاء الضوء راهو الضوء، وهو دينك هو نحبوا ربي نشكروه. يا ربي وليك الحمد، نعمة من عند ربي. هم يحبوا يتشكوا هكاك خلي يتشكوا أرواحهم. هم يصرف. خلي المقعد يجوع هاي. ما تشكاو هم يقضي وقعد نحي الكاميرا وقعد وتو تورش فيهم تو الناس كلها تبدا تشرب يراو الكاميرا سي الدنيا غاليه الدنيا غاليه وهي الدنيا لاباس يا ربي وليك الحمد اللهم دمها نعمه يا رب هاو برشكرا اقصد هاو قداش هذاك ب 800 هاي البشل ب 800 هاي الليتي ب 800 هاك بالعظم الخس برك هذاك ب 1200 تفرج برسمك تفرج هذه مش نعمه من عند ربي يغزر صورها برسمك صورها هذه ب 1200 مش خير من عند ربي انت ليش ما هو ربي يعني نفهم اعرف منين تشري يا منين تشري اما زاد الغش على عزل شنو الغش على عزل ليه هذه اللي حبوا بليش هذاك يحب يغشوه الطماطم ب 4000 ويحب ياخذها ب 100 ب 2000 طب معقول هذا هو يحب بلوش سي نورمال حاجة عادية جدا وعينك فيه شهد الله عليك ما عندك عينين يا خويا يغزر قبل ما تشري انت حلل فلوسك اوصل دي بونسيت انا بالك حتى بالك فلوسه هي مش احلام يقول لك ولي صرفت 100000 اليوم منين جبت ال 100000 وهو يصرف في مليون يزمو 300 شهرية ولا لا ياخذ في مليون ياخذ في مليون ويصرف في 3 ملايين منين جا سا دي بون اش معنى سيدي حلل الفلوس ما غير ما تحكي حلل فلوسك تلقى امورك هنا في الثانية مع المجدية تقضي قضيتها على السباح ايوه لا قضيت والاخرى ما كل شيء قضيت انا صحيح ما فيك ماكش طيب في عشيك قضيت من البارح لا انا مع امي مع العزوز طيب امي ربي فضلها لي وانت ترك لا ربي فضلها لي قاعده نقضي نشوف الخبز شويه غله شنو خديت حشيش ولا شويه غله أيه امك طيب ولا انت امي طيب علاش انت ما طيبش سنسل بابا يعرف ما كلت امي خير طيب ونسيت مع حاجات اخرى ما حاجه بركه ما دام ابوك ما كلت امك ما عاد انت ما تقدش روحك لا والله لا نعرف طيب اما ديما كلت لهم خير ربي فضلها بيه تعرف شي تقضي على الاقل لا نعرف نقضي ارخص السوق وين أرخص السوق عجبني الحلفاوين وباب الفل. حلفاوين وباب الفل، شنو اللي رخيص فيهم؟ الحاجات اللي غالية تو كيما بسم كيما الفلفل البارح ب 5000 هذا 3000 واش. الطماطم 4500 بحضنا البارح في المدينة برشا غالية. هنا لقيتها ب 3000 و 2500 2700. بارابور على برشا سويق رخيص برشا سنترال رخيص برشا. هو في الشر الفضيل الشاوي تكثر. كل حاجه تغلى الا العباد تتقشقش عليها وتحب تشريها صحيح معقول اما المراه المجديه تعرف كيفاش تصرف تعرف تقضي تعرف كيفاش تصرف وتعرف منين تقضي زاده اما ترد بال ترد بالها الغش
لا عاد تخيل نفرز وحدي كي نمشي نقضي لامي نفرز وحدي. ما يخلوكش. لا هنا لا هاك نمشي لاي بقعه خارج نفرز وحدي قالوا نمشي. طب بعدين سوق كما البارح وغالي ما نفرز وحدي ناخذ شويه شوي كما الغش او كما شفت في التفاح حط كيلو تفاح على دينار شوي من داخل كله لي حرام زاد حرام الغش وكزوي ولا كل حط عليه بالصف مش حرام حرام شرف ذيل ماما كان عاد ربي يعطيهم البلاش هكا الزباولة بعد ما ديرها ساسيوت عاد هكا فرق ساعات ويقعد قد ليه مش نتاع واحد عاد نتاع واحد إلا واحد زويدة طايبة حال